أرحب مباشرة برئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء دكتور سليمان الفرجات. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور سليمان. سأبدأ معك بهذا الرقم الذي تم تسجيله لأول مرة منذ جائحة كورونا، كيف سينعكس بشكل مباشر على الحركة السياحية، على التنشيط بشكل مباشر سينعكس على المجتمع المحلي داخل إقليم البتراء؟ مساء الخير. زي ما بتعرف أخي أنه من 15/3/2020 توقفت السياحة الأجنبية بسبب جائحة كورونا، وبذلت الحكومة جهود يعني بخصوص السياحة المحلية وما إلى ذلك. من كم من شهر رجعت السياحة الأجنبية فتحت وكانت الأرقام متواضعة، لكن الوضع الطبيعي بشهر 9 احنا بيكون هو بداية السياحة الأجنبية، وبداية شهر 9 ونص 9 لنهاية 9 كانت الأعداد بحدود 400-500 وأحيانا توصل 700 سائح. مع بداية شهر 10 زادت، بلشت تزيد، واليوم الحمد لله لأول مرة دخل البتراء حوالي 1050 سائح أجنبي. هذا طبعا بيأثر تأثير مباشر على دخل القطاع السياحي والناس والمجتمعات المحلية، خاصة بنعرف أنه حوالي 80% من أبناء المجتمع يستفيدوا من قطاع السياحة، ومزودين الخدمات يستفيدوا من مباشرة من خلال تذكرة البتراء والمجتمعات المحلية بالسياحة. في نفس الوقت هذا مؤشر إيجابي إنه قطاع السياحة بلش يتعافى، لأنه ما دام إحنا في هذا الوقت من السنة الأرقام بلشت تكون بهذا الاتجاه، حقيقة يعني بهذه الجهود من وزارة الحكومة والسياحة الأردنية يعني عادت ألقها أخذت حصتها من سوق السياحة العالمي في الظروف الحالية. وهذا مبشر أن الموسم القادم اللي هو موسم ببلش في الربيع بشهر 3 وراء ممكن يعني بظلت الأمور تكون على مستوى 2019 إن شاء الله. نعم، تحدثتم بأنه المؤشرات إيجابية في المرحلة القادمة لعودة وتعافي بدء تعافي القطاع السياحي دكتور سليمان، وكانت رسالة أيضا واضحة لي الجميع أن يلتزم ب ومن الأزمة والمحافظة على مدينة البتراء والتعامل طبيعة التعامل مع السائح الأجنبي. هل هناك أي إشكاليات يتم الحديث عنها الآن في هذه الخطة السياحية التي يتم الحديث عنها في المرحلة القادمة، وتوقعاتكم للمرحلة القادمة شهر تشرين الثاني كيف سيكون؟ سيدي يعني قطاع السياحة، كل القطاعات السياحية بما فيها وزارة السياحة بمواضيع البتراء العقبة هي تشيط السياحة والقطاع الخاص الفنادق المكاتب السياحية، خلال الأزمة كان في دائما اجتماعات مستمرة كيف نتعامل مع القطاع السياحي بعد التعافي. طبعا المؤشرات إيجابية لأنه إن شاء الله يعني بدعم من الحكومة راح يبلش طيران منخفض التكاليف العقبة قريبا، وفي مشاركة أردنية قوية في المعارض الدولية، ومن خلال حديثنا مع المكاتب السياحية والفنادق الحجوزات يبدو أنها يعني واعدة، وبالتالي الأعداد راح تكون كويسة. بالتأكيد ما زلنا يعني نعرف أنه في بعض الممارسات في المواقع ضروري أنه يعني نخلص منها، أحيانا الناس بيجوز بشكل غير مقصود يعني يكون تعامله مع السائح غير ملائم. احنا بالنادي أنه يعني من خلال اللي حصل معنا نعرف قيمة السياحة ونرحب بالسائح ونعطيه حقه، وفي نفس الوقت نحافظ على الموقع الأثري، مع العلم أنه الممارسات التنبيه بسيطة يعني قليلة جدا مقارنة مع الممارسات الإيجابية. ومجتمعنا مرحب ومضياف ومقدمين الخدمات عندنا مدربين، وغالبا السائح بيطلع مبسوط، لكن احنا بنذكر يعني انه نستعد وانه نكون نتعلم كمان من اللي حصل ونقدر قيمة السياحة، لأنه حقيقة مثلا في مجتمع البتراء قبل ما تصير الأزمة كانت الناس تتنمر انه احنا ما بنستفيد من السياحة، بس بعد ما صارت الأزمة اكتشفنا أنه فوق 80% مستفيدين من السياحة، وهذا بدعونا أن نقدرها كصناعة ونقدم سواء الناس بيشتغلوا في السياحة أو حتى المجتمعات المحلية والدولة نقدم للسائح ونعطيه حقه.
نعم، خلال الفترة الماضية وخلال فترة التوقف دكتور سليمان، كان هناك عمل واضح للسلطة وتحديدا في مسألة خطة النقل الجديدة في المنطقة. هل اكتملت بشكل كامل هذه الخطة بشكل مباشر؟ ونعرج قليلا على المثلث الذهبي والاستفادة التي حدثت الآن بشكل مباشر، كيف انعكست على المجتمع المحلي وتحديدا على قطاع الفنادق في إقليم البتراء؟ من أهم مقومات السياحة عملية الوصول للوجهة السياحية، يعني من الدول اللي بتبعث السواح، والثاني شيء المواصلات داخل الموقع أو داخل الديستنيشن. هلا احنا كان عندنا مواصلات تقليدية، منها يعني العربيات اللي بتجرها الخيول داخل الموقع الأثري، هاي بالتعاون مع جمعية الرواحل من البتراء تم استبدالها بسيارات الكهرباء، خطوة أولى في خطة النقل، بما يعود بالنفع المباشر الدخل على أصحاب الخيول وبالتالي على المجتمع المحلي. خطة النقل راح تستمر قريبا إن شاء الله وبداية العام القادم مع بدء تشغيل الطريق الخلفي من خلال باصات الكهرباء، اللي هي راح تكون نوع من الائتلاف للمجتمع المحلي، وبالتالي راح تكون تجربة السائح مختلفة، راح يفيد السائح أكثر في الموقع الأثري، في نفس الوقت راح نخلق فرص عمل مستقبلية، خاصة أنه إذا بنرجع لـ 2019 من أهم التحديات كانت حقيقة عملية الطاقة الاستيعابية في الموقع الأثري، وبالتالي وجود مواصلات من الطريق الخلفي راح تساعد على إدارة أعداد السياح بطريقة أفضل. وإذا ما بنعرف أنه معظم سواحنا كبار بالعمر، وبالتالي وجود الطريق الخلفي راح ترتبط في منتج مكتمل، راح تكون جزء من التذكرة في المستقبل، بحيث أن السائح يستخدم المواصلات داخل الموقع الأثري وخارجه، وبالتالي المساء بيقدر يتحرك من موقع لآخر ويتشجع يقضي وقت أكثر، يصرف وقت أكثر في المنطقة. بنفس الوقت هذا راح يخلق فرص عمل للمجتمع المحلي، ويعني هاي خطة إن شاء الله اللي بنشتغلها مع الشركاء. طبعا احنا جزء يتجزأ من المثلث الذهبي، الجزء الأهم المنتج السياحي الأردني، وفي تنسيق جهود السائح الأجنبي اللي بيجي على العقبة، يعني العائلة خاصة سواحة البواخر وغيره، بيكون الهدف من وزارة البتراء ورم، احنا بنكمل بعض. وفي الآونة الأخيرة جهود طب المشتركة بخصوص الفعاليات وما إلى ذلك، لكن السياحة الأجنبية بالذات والدراسات العلمية أثبتت أنه 80% من السياح الأجانب بيزوروا الأردن لزيارة البتراء. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء دكتور سليمان الفرجات، شكرا لك.